للمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا من رام الله الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية محمد عبد الله. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك. فصل الاقتصاد الفلسطيني عن الإسرائيلي وإلغاء التبعية، إلى أي مدى تجد في هذه القرارات واقعية؟ وهل نتحدث عن انفصال جزئي أم كلي؟ هنا أعتقد من المبكر الحديث عن موضوع انفصال أو انفكاك بقدر ما هو تقليل حجم الواردات الفلسطينية من إسرائيل ولو بنسبة بسيطة، لأنه إذا تحدثنا عن القرارات الصادرة اليوم، يعني واردات العجول وحرية استيراد وتصدير السلع خاصة الزراعية، هي لا تشكل الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات، وبالتالي قد يكون في هنالك ظهور تراجع في أرقام الواردات الفلسطينية من إسرائيل لصالح الواردات من الخارج، لكن تبقى الحصة الأكبر أو الدسم في موضوع الفاتورة الأكبر للواردات الفلسطينية من إسرائيل هي في قطاعات رئيسية تتمثل في الطاقة، تتمثل الطاقة هنا أتحدث عن الطاقة الكهربائية والوقود بأنواعه، إضافة إلى المياه والقمح والأعلاف. هذه ما تزال لغاية الآن تسيطر عليها إسرائيل، والحديث عن موضوع انفصال أعتقد ما زال المبكر الحديث فيه. حتى الإجراءات الصادرة اليوم بهذه أعتقد القرارات سيد محمد، كما هو معروف أن السوق الفلسطينية هي سوق صغيرة، وإذا احنا بدنا نقارن السوق الفلسطينية من حيث الصادرات بإسرائيل فهنالك رقم صغير مقارن مع رقم كبير. إجمالي الصادرات الفلسطينية هي مليار دولار لكل العالم، بينما الصادرات الإسرائيلية لكل العالم تتجاوز 90 أو 95 مليار دولار أمريكي، وبالتالي أي إجراءات قد يمارسها الاقتصاد الفلسطيني من خلال الحكومة سيجد هنالك عرقلة إسرائيلية من خلال سيطرة إسرائيل على التجارة والحدود والمعابر، وبالتالي سيبقى الاقتصاد الفلسطيني هو الخاسر طالما أنه لا يملك أي سيطرة على الحدود والمعابر. على سبيل المثال، في حال استمرت هذه الإجراءات التي كانت مفروضة لغاية اليوم صباحا على الصادرات الفلسطينية وردت إسرائيل فرضا بوقف توريد الوقود إلى أسواق الضفة الغربية، لن تكون الحكومة الفلسطينية على سبيل المثال قادرة على إيجاد بديل عن إسرائيل في جزئية الوقود فقط، وبالتالي سيبقى موضوع الخسارة للأسف إلى جانب الاقتصاد والحكومة الفلسطينية لعدم وجود أي سيطرة على الحدود والمعابر. طيب سيد محمد، في عجالة، هل الاتفاقيات وحدها وسوء الاستغلال من السلطة الفلسطينية من السلطة المحتلة هي السبب الوحيد لهذه الحالة من التبعية في الاقتصاد؟ في هنالك أسباب مرتبطة ببروتوكول باريس للاقتصاد، وهي العلاقة المنظمة للاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي الموقع عام 1994، تجبر الجانب الفلسطيني على خيارات محدودة جدا للاستيراد، وبالتالي يجعل البديل الإسرائيلي هو الأبرز. في هنالك خيارات أخرى أعتقد مكلفة على الجانب الفلسطيني، إذا احنا بدنا نتحدث من ناحية البزنس بعيدا عن الوطنية والقومية، في هنالك بدائل مكلفة أكثر. على سبيل المثال، إذا الجانب الفلسطيني يستورد الطاقة من غير إسرائيل، سيكون في هنالك بنى تحتية، سيكون في هنالك تنظيمات لوجستية، سيكون هنالك البحث عن بديل إقليمي قريب لتزويد الطاقة الكهربائية. وإقليميا الأردن تعاني، أو ربما فقط هي مكتفية ذاتيا من الطاقة الكهربائية، مصر حديثا اكتفت ذاتيا في الطاقة الكهربائية بعد اكتشافات الغاز. دون ذلك أعتقد أنه البحث عن خيارات أخرى بعيدا عن إسرائيل في الوقت الحالي سيكون صعب على الحكومة الفلسطينية. نعم سيد محمد عبد الله الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.